أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 87. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة تبقى تحت عنوان مراجعة الكيمياء الكهربية، وهيكون في ضيافتنا في هذه الحلقة بالترتيب معنا في الاستوديو الأستاذة صفاء أحمد. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله. وهيكون معنا ايضا في الحلقه الاستاذ احمد الحسيني. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك كل عام حضرتك بخير. حضرتك بخير. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر ماهر زويل. مساء الخير مستر ماهر. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله الله يخليك. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر محمود جلال. مساء الخير يا مستر. اهلا بيك. ويكون ايضا معنا في الحلقه مستر هاني الزهار. مساء الخير يا مستر. مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. واخيرا وليس اخيرا يكون معنا في الحلقه مستر محمد صابر. مساء الخير يا مستر. مساء النور يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام بفضل الله. ان شاء الله حلقه موفقه وتمنياتي القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، اساتذتنا الافاضل اللي معانا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الاسئله على الجزئيه اللي هي بتاعت الكيمياء الكهربائيه، فيا ريت كل طلابنا الاعزاء اللي بيشاهدونا دلوقتي يركزوا مع الاساتذه الافاضل معانا في الاستوديو. وقبل ما نبدا الحلقه برضو بنحب ننوه لكتاب مدرس على الهواء في المراجعه النهائيه في الكيمياء، يعتبر على وشك الانتهاء والطبعه الاولى من خلاله هتكون حصري من خلال فريق عمل البرنامج اللي هو مدرسي الكيمياء اللي معانا في الاستوديو الان. نبدا الحلقه بتاعتنا والاستاذ المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم 1 ونبدا مع الاستاذه صفاء احمد. اتفضلي يا استاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندي، كل مما يأتي صحيح في التفاعل التالي ما عدا، إذن في عندي إجابة خاطئة في الاختيارات جميعها. أول حاجة التفاعل قدامي، أنا بحضر ساق أو قطعة من الخرسين بضعها في محلول كبريتات النحاس، وكبريتات النحاس إحنا عارفين إن هي لونها أزرق. التفاعل بينتج عنه كبريتات الخرسين، وكبريتات الخرسين عديمة اللون وبيترسب النحاس. التفاعل ده نتج عن إيه؟ نتج على إن طبعا ذرات الزد ان بيحدث لها عمليه اكسده وتدوب ايوناتها في المحلول، وبالتالي بتفقد الكترونات، الالكترونات تنتقل الى ايونات النحاس، حيث ايونات النحاس في المحلول تكتسب هذه الالكترونات اي يحدث لها عمليه اختزال وتترسب ذرات من النحاس. التفاعل هنا في الاختيارات، هل بيقل اللون الازرق للمحلول؟ اكيد طبعا اللون الازرق طبعا اكيد هيقل، بل ممكن يختفي تماما. ليه؟ لتكون كبريتات الخرسين، وكبريتات الخرسين انا عارفه ان الخرسين من الباب الاول ده عنصر غير انتقالي. طب غير انتقالي ليه؟ لان الزد ان هنا يكون المستوى الفرعي دي فيه بيكون ممتلئ تماما بالالكترونات، سواء في حالته الذريه او في اقصى حالات تاكسده زي الحاله زد ان اس او 4، فهو في حاله تاكسد موجب 2. إذن الزد إن بيكون عديم اللون في حالة زد إن اس او 4. هل يتوقف تفاعل الأكسدة والاختزال بعد فترة صغيرة من بدايته؟ أكيد التفاعل هيبتدي يتوقف تدريجيا، ولكن هل بيترسب فلز أحمر على سطح الخرسين؟ إحنا قلنا إن النحاس بيبتدي يترسب في صورة ذرات. هل بنقول هنا يتكون محلول أحمر اللون؟ قلنا لا، هيكون زد ان اس او 4 عديمة اللون وقلنا السبب. اذا الاختيار اللي هو ما عدا الحالة الوحيدة التي لا تحدث رقم د، يتكون محلول أحمر اللون، هذا لا يحدث. هنشوف سؤال رقم 2، عند استبدال محلول كبريتات الصوديوم الموجود في القنطرة الملحية في خلية دانيال بمحلول كبريتيد الصوديوم، فإن قوة الدفع الكهربية يا ترى هيحدث لها إيه؟ يبقى أنا لازم أفكر الأول، القنطرة الملحية أنا وضعها أصلا في خلية دانيال ليه؟ أنا وضع القنطرة الملحية لأني ليها دور في التفاعل. طب دورها إيه؟ يبقى فوائد القنطرة، نمرة واحد بتعادل الأيونات الموجبة والسالبة الزائدة. طب الأيونات الموجبة والسالبة الزائدة فين؟ طبعا موجود في خلية دانيال في نص الخلية اللي بيحدث فيه أكسدة، بيحدث زيادة في أيونات طبعا أكيد الخرسين نتيجة حدوث عملية أكسدة بنقول للخرسين وتذوب أيوناته في المحلول. في نص خلية النحاس بيحدث زيادة في أيونات الكبريتات نتيجة طبعا هنا حدوث اللي هو عملية اختزال للنحاس. إذا معنى كده من فوائد القنطرة قلنا تعادل الأيونات الموجبة والسالبة الزائدة. نمرة 2 بنقول بتكون فرق جهد بين قطبي الخلية، ولكن لازم أخد بالي لا تكون فرق جهد بين محلولي نصفي الخلية.
بالإضافة إنها بتوصل توصيل غير مباشر بين محلولي نصفي الخلية. إذن لو أنا استبدلت هلاقي إن أيونات الصوديوم بتتجه إلى نص خلية النحاس حيث تتعادل مع أيونات الاس او 4 الزائدة، وهلاقي أيونات الكبريتيد بتتجه لنص خلية الخرسين حيث تتعادل مع أيونات الزد ان الزائدة مكونة زد ان اس، وزد ان اس ده راسب والراسب هنا بيكون اسود. طالما اتكون راسب عندي اذا في التفاعل هنا هيبتدي القوة الدفع الكهربية تقل تدريجيا الى ان تنعدم. اذا الاختيار الصح هيبقى الاختيار رقم د. اذا القوة الدفع الكهربية عند استبدال كبريتات الصوديوم بكبريتيد عندي الصوديوم بنقول بتساوي صفر. اذا الاختيار د هو الاختيار الصحيح. احسنت يا استاذ صفاء. ننتقل للصفحه رقم 2 مع مستر احمد الحسيني، اتفضل يا مستر. اعزائي طلبه وطلبات الثانويه العامه ومشاهدي برنامج مدرس على الهواء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لحضرات لموضوع السؤال رقم 3 في صفحه 2 بيقول خليه جلفانيه، اقرا السؤال معايا كده على الشاشه. في الخليه الجلفانيه التي يحدث فيها التفاعل التالي، قال لحضرتك 2 سي ار سوليد زائد 3 اف اي موجب 2 اكويس، ايه الناتج؟ 2 سي ار موجب 3 اكويس زائد 3 اف اي سوليد. بص كده معايا بيقول مجموعه من الاختيارات. انا هقول نصيحه دايما كده بوجهها لحبايبي من الطلبه والطالبات في الثانويه العامه في خلال مسائل الخلايا الجلفانيه او الفولتيه، عشان مش هغلط في المساله او في الاختيار افهم محتوى السؤال، حدد الاول مين الانود ومين الكاسود وابدا شوف الاختيارات اللي قدام حضرتك. فالخليه اللي قدامي انا هحدد الانود والكاسود ازاي؟ بص للمتفاعل والناتج، احسب عدد التاكسد للمواد المتفاعله والمواد الناتجه. عند حضرتك في المتفاعلات 2 سي ار سوليد بقت في النواتج كام؟ 2 سي ار موجب 3. ايه اللي حصل؟ ده زادت الشحنه الموجبه. زياده الشحنه الموجبه معناها ايه يا حضرات؟ معناها عمليه اكسده. الاكسده بتحصل فين؟ في جميع الخلايا سواء جلفانيه او تحليليه عند الانود مقترض دايما بعمليه الاكسده. يبقى اذا الكروم هو الانود بتاع الخليه اللي قدامي، والانود ده اللي هينتقل منه الالكترون لانه هيفقد الالكترونات، هتحرك في الدائره الخارجيه. يتحرك في الدائره الخارجيه من الكروم، من نص خليه الكروم لنص خليه الحديد. طب في الدائره الداخليه بقى اللي هي الموصل الالكتروليتي هينتقل الالكترون من نص خليه الحديد اللي هو الكاسود الى نص خليه الكروم من خلال القنطره الملحيه، هتتحرك الجسيمات الماديه الغنيه بالالكترونات اللي بنسميها الانيونات. يبقى نشوف كده الاختيارات يا حضرات. تنتقل الالكترونات من قطب الحديد ده الكاسود الى قطب الكروم، ده كده موصل الكتروني، ده كده دايره خارجيه، اجابه مرفوضه. تنتقل الانيونات خلال القنطره الملحيه من نص خليه الحديد ده الكاسود الى نصف خليه الكروم، وهو بيقول لي في الاول الانيونات، يبقى معناها ان اجابتي كده صح. يبقى الاختيار بتاعنا هيكون الاختيار رقم ب. سؤال رقم 4 معايا بيقول كمية الكهربية اللازمة لترسيب المكافئ الجرامي للنحاس في محلول كلوريد النحاس 2، نقط كمية الكهربية اللازمة لترسيب المكافئ الجرامي للنحاس في محلول كلوريد النحاس 1. هو بيسأل على كميات كهربية أو بيقارن على كميات الكهربية، فهنجيب الإجابة منين؟ القانون العام للتحليل الكهربي. بيقول إيه القانون العام للتحليل الكهربي؟ أيوة تذكر المعلومة كده معايا. بيقول عند مرور واحد فرادي في محلول أو ماسور إلكتروليتي يترسب أو يذوب أو يتصاعد المكافئ الجرامي. فالمكافئ الجرامي اللي هيترسب من النحاس بينشأ من مرور واحد فرادي أو بيقول 96500 سواء النحاس 2 أو النحاس 1، هيبقى أقول أكبر ولا أصغر ولا تساوي ولا لا توجد علاقة؟ لا، يبقى الكميات الكهربية متساوية. بس خلي بال حضرتك لأن دايما السؤال ده كان بيجي لك على أساس بطلب كتل مترسبة وعلاقتها بالكتلة المكافئة عند مرور نفس كمية الكهربية، ده موضوع تاني خالص. أحسنت يا مستر أحمد. ننتقل للصفحة رقم 3 مع مستر ماهر زويل، اتفضل يا مستر ماهر. بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأقوياء، نبدأ مع بعض مجموعة من أسئلة الكهربية. ممكن هتحتاج يا ريت يكون في ايديك ورقه وقلم، عشان الاسئله محتاجه تحديد شويه بالورقه والقلم، واتبع معايا الموضوع المهم. درسنا في منهج الكهربيه نوعين من انواع الخلايا الكهروكيميائيه. درسنا الخليه الكهروكيميائيه الاولى اللي عرفت بالجلفانيه واللي كانت بتعتمد على تحويل طاقه كيميائيه الى طاقه كهربيه،
ودرسنا خلية تحليلية واللي كانت بتعتمد على تحويل طاقة كهربية إلى طاقة كيميائية بتفاعلات أكسدة واختزال غير تلقائية. لو احنا حبينا نعمل دمج ما بين خليتين وخدنا خلية تحليلية وحبينا ان احنا نغذيها بمصدر تيار كهربي خارجي باستخدام خلية جلفانية، تاني معايا خلية تحليلية بتحتاج ان انا اغذيها بمصدر للتيار الكهربي من خلية جلفانية، يا ترى التوصيل هيكون ازاي للأقطاب؟ يا ترى هتكون عندي مجموعة من الاختيارات، هل هوصل انود مع انود؟ هل هوصل كاثود مع كاثود؟ هل هوصل انود مع كاثود؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه، فياريت يكون معاك ورقه او قلم كده ونركز مع بعض ونسرح بذهننا كده. لو معانا خليه دانيال اللي اقطابها قرصين بيمثل انود واللي اقطابها نحاس بيمثل كاثود، وهنستخدم خليه دانيال كمصدر لتغذيه خليه تحليليه، الوضع هيكون ازاي؟ نراجع كده بالذاكره وظيفه الانود في الخليه الجلفانيه يعمل على ايه؟ الانود تحدث له عمليه اكسده وتنتقل منه الالكترونات، اذا هناخد السلك اللي طالع من الانود اللي بيصدر الالكترونات وهيتم توصيله مع مين؟ هيتم توصيله مع كاثود الخليه التحليليه، كاثود الخليه التحليليه يعرف بالقطب السالب، وانود الخليه الجلفانيه يعرف بالقطب السالب، اذا هنوصل القطب السالب انود خليه دانيال اللي هو القرصين بالقطب السالب للخليه التحليليه، وبكده تسري الالكترونات من قطب الانود بتاع الخليه الجلفانيه ليعمل كاثود الخليه التحليليه كمستقبل للالكترونات. بوصول الالكترونات الى كاثود الخليه التحليليه هتنتقل اليه الكاتيونات من المحلول وتحدث عنده عمليه اختزال. نراجع مع بعض بقى السؤال بعد المقدمه ونشوف هنعمل ايه. نقرا سوا السؤال بعد المقدمه، بيقول لي عند استخدام خليه جلفانيه كمصدر خارجي للتيار الكهربي المستمر لتشغيل خلية إلكترولتية فإنه يتم توصيل أنود خلية جلفانية بأنود خلية إلكترولتية. طبعا الإجابة هتكون خطأ، لأننا لو وصلت الأنود بتاع الخلية الجلفانية بأنود الخلية الإلكترولتية طبعا هنا مش هنوصل للعملية اللي احنا اتفقنا عليها. نمرة 2، هوصل القطب السالب للخلية الجلفانية. ما القطب السالب للخلية الجلفانية هو الأنود، ما القطب الموجب للخلية الإلكترولتية هو الأنود، فطبعا التوصيل مش هيؤدي إلى عملية الاختزال اللي هتحدث في الخلية التحليلية. طيب نشوف الإجابة رقم جيم ونركز فيها كويس جدا، هنوصل القطب السالب للخلية الجلفانية، تمام، والقطب السالب للخلية الجلفانية هو مصدر الإلكترونات وهيتم توصيله بالقطب السالب للخلية الإلكترولتية، والقطب السالب للخلية الإلكترولتية يستقبل الإلكترونات وتتجه إليه كاتيونات المحلول ويحدث لها عملية اختزال. يبقى كده الاختيار بتاعي هيكون الاختيار رقم جيم. السؤال الثاني مهم جدا جدا جدا، وياريت نكون معانا ورقة وقلم وناخد بالنا من بعض الملاحظات المهمة اللي واردة في الكتاب واللي فيها معنى غامض دايما بيسأل عليه. عندي نوعين من التحليل الكهربي، واحد خدناه والتاني الكتاب ما جابهوش معتمدا على دراسة المتسلسلة. الموضوع الأولاني التحليل الكهربي، واسمع مني كده، لهاليدات الفلزات اللي بتكون هذا الفلز بيكون أعلى نشاطا من الهيدروجين، والتحليل الكهربي لهاليد فلز أقل نشاطا من الهيدروجين. لو بدأت بالتحليل الكهربي للهاليد الأقل نشاطا مثل CuCl2 كنت بتكون العمليات اللي بتحدث كان بيحدث للنحاس اختزال ويترسب على الكاثود، وكان بيحدث لغاز الكلور عملية أكسدة ويتصاعد على الأنود. تعالوا مع بعض نشوف بقى القصة الثانية. لو أنا خدت تحليل كهربي لمحلول يوديد بوتاسيوم، لو أنا بصيت على السؤال التحليل الكهربي لمحلول يوديد البوتاسيوم، تعال نشوف العمليات كده وراجع معايا أنواع الأيونات اللي هتكون في المحلول هتكون إيه؟ هيكون معايا أيون البوتاسيوم الموجب، وهيكون معايا أيون الهيدروجين الموجب الناتج من تأيون الماء، هيكون معايا أيون اليوديد السالب من الملح، وهيكون معايا أيون الهيدروكسيد الناتج من تأيون الماء. هتحدث منافسة بين الأيونات في عمليتي الأكسدة والاختزال واللي بترجع للمتسلسلة. هتكون المحصلة كالآتي، نركز مع بعض بقى. المحصلة أيونات الهيدروجين هيتم اختزالها عند الكاثود في صورة غاز هيدروجين متصاعد، تمام. نمرة 2، هيبدأ يحصل عملية أكسدة لأيونات اليود في صورة غاز أو أبخرة اليود متصاعدة عند الأنود،
ثم يتحول المحلول تلقائيا باتحاد كاتيونات البوتاسيوم مع ايونات الهيدروكسيد الى هيدروكسيد بوتاسيوم. طب انا كونت هيدروكسيد بوتاسيوم ودي ماده قاعديه، ماذا يحدث في قيمة البي اتش؟ طبعا كان معايا مية، قيمة البي اتش بتاعتها بسبعة، فإيه اللي هيحصل أما هيتكون هيدروكسيد بوتاسيوم؟ هتزيد قيمة البي اتش بمقدار أربعة، يبقى الاختيار بتاعي هيكون كام؟ نراجع مع بعض الاختيارات ونشوف السؤال. عند إمرار تيار كهربي مستمر في محلول يوديد البوتاسيوم باستخدام أقطاب بلاتين، تتغير قيمة البي اتش بمقدار أربعة، يبقى أنا كان معايا المية قيمتها بسبعة، أصبح دلوقتي معايا محلول هيدروكسيد بوتاسيوم، يبقى هزود على السبعة أربعة، يكون الاختيار الصحيح هو الاختيار رقم باء. أحسنت مستر ماهر، ننتقل للصفحة رقم أربعة مع مستر محمود جلال، تفضل يا مستر محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، حبايبي طلاب الثانوية العامة. طبعا هنراجع مع بعض جزء مهم جدا يا اولاد من الكيمياء الكهربائيه النهارده، وده سؤال من الاسئله المهمه جدا يا جماعه. السؤال بيقول انا عندي اربع فلزات A و B و C و D، جهود الاختزال القياسيه لكل منهما كذا. كلمه مهمه جدا جدا يا جماعه، احنا عندنا اربع عناصر ومديني جهود الاختزال بتاعهم، وعايز يسال على مين، على مين العنصرين اللي ممكن يتحدوا مع بعض عشان نحصل عليهم على اكبر قفد الكاف. احنا متعودين دايما نعمل حاجه جميله جدا جدا، نجيب العناصر اللي موجوده عندنا كلها يا جماعه وبنحسب من خلالها جهود، او بنرتب جهود الاكسده من الكبير للصغير، او نرتب جهود الاختزال من الكبير للصغير. جميل. تاني انا بجيب العناصر اللي موجوده عندي يا جماعه وارتبهم من الاعلى جهد اكسده الى الاقل جهد اكسده، او من الاعلى جهد اختزال الى الاقل جهد اختزال. طيب كويس جدا. طب هو بيسال عن ايه؟ عن اكبر قفد الكاف. طب هو لو عايز اجيب اكبر قفد الكاف اعمل ايه يا اولاد؟ اجيب العنصر الاعلى جهد اكسده مع العنصر الاقل جهد اكسده، او العنصر الاعلى جهد اختزال مع الاقل جهد اختزال، او الاعلى جهد اكسده مع الاعلى جهد اختزال. طيب انا حظ حلو في السؤال ده، هو مديني جهود الاختزال لتلك العناصر. جميل. فانا مش محتاج ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ مش محتاج ان انا احول واحد للتاني، فهو خلاص مديني جهود الاختزال، مديني جهود اختزال A ب 34%، وبعدين جهود اختزال C ب 28%، ب B بتساوي سالب 126,000، جهد اختزال C 28%، دي بتساوي سالب 2,925. إذن العنصر A هو الأعلى في جهد الإيه يا جماعة؟ الأعلى في جهد الاختزال، والعنصر D هو الأقل في جهد الاختزال، يبقى الإجابة عندي يا أولاد هي الإجابة رقم د. أنا اخترت الأعلى جهد اختزال مع الأقل جهد اختزال. السؤال 8 من أسئلتنا الجميلة جدا جدا يا جماعة، بيقول إذا أمرت كمية من الكهربية مقدارها 1 فاراداي في الماء المحمض بحمض الكبريتيك، يتصاعد إيه؟ طب ما تصلوا على النبي الأول. فاكرين قانوننا الجميل جدا جدا يا جماعه، بيقول كميه الكهربيه بتساوي، يلا نجينا نقول، عدد المولات مضروبه في عدد ذرات الجزيء مضروبه في تكافؤ الذره مضروبه في 1 فاراداي. طب جميل. طب القانون ده اكتبه ورايا تاني، اللي قلناه هيفيدك والله. بيقول كميه الكهربيه بتساوي عدد المولات في مين يا اولاد؟ في عدد ذرات الجزيء. في مين؟ في التكافؤ، في 1 فاراداي. وساعات بعض زمايلنا الافاضل يشيل كلمه عدد الذرات في التكافؤ ويحط مكانهم عدد الالكترونات المفقوده او المكتسبه. طب كلام جميل، احنا قلنا الكلام ده. طب نعمل ايه؟ انا عندي كميه الكهربيه كام يا جماعه؟ كميه الكهربيه 1 فاراداي. طيب يبقى انا بسال عن عدد المولات. طب وتكافؤ الهيدروجين 1. طب عدد ذرات الجزيء كام؟ 2. طب وايه في 1 فاراداي؟ يبقى الاجابه عندنا يا اولاد لو حليناها كده وعوضنا هيطلع كام؟ نص مول من غاز الهيدروجين. المول من غاز الهيدروجين H2 بيحتاج كم فاراداي عشان يتصاعد؟ بيحتاج 2 فاراداي. طب انا ما عنديش الا 1 فاراداي، يبقى انا بالتاكيد يا اولاد محتاج او هيتصاعد عندي نص مول من غاز الهيدروجين عند الكاثود، لان الهيدروجين موجب يقوم يتصاعد عند الايه؟ عند الكاثود. احسنت يا مستر محمود. ننتقل للصفحه رقم 5 مع مستر هاني الزهار، تفضل يا مستر. السلام عليكم، تحياتي لجميع الطلبه، ويا رب ان تكون حلقه موفقه باذن الله. عند إجراء تحليل كهربي لمحلول كلوريد الصوديوم بين قطبين من البلاتين يحدث الآتي. عايزين نفرق بس الأول بين إجراء التحليل الكهربي لمصهور والمحلول. لو أجريت التحليل الكهربي لمصهور كلوريد صوديوم، فطبيعي هيتصاعد الصوديوم أو يترسب الصوديوم عند القطب السالب اللي هو الكاثود، وهيترسب أو هيصعد غاز الكلور عند القطب الموجب، ده هيبقى طبيعي. لكن في الحاله دي موجود محلول، يعني موجود زي ما الاستاذ ماهر استفاض في الموضوع، موجود الماء. فهنا لما يتاين ال ان ايه سي ال، هيبقى المحلول هنا بيحتوي على ان ايه موجب وسي ال سالب، في وجود كمان الاتش الموجب والاو اتش السالب اللي موجودين في المحلول. الكلور طبيعي هيتصاعد زي ما هو، ولكن في الحاله دي ال ان ايه الموجب هيروح للقطب السالب، والهيدروجين هو كمان هيروح للقطب السالب. هيحصل بينهم كومبيتيشن عند القطب السالب ومنافسه
مين اللي جهد اختزاله اعلى؟ الهيدروجين. فبالتالي من يتصاعد عند القطب السالب هيكون غاز الهيدروجين، يبقى يتصاعد الهيدروجين عند الكاثود، ودي نص الاجابه الاولانيه. لكن نص الاجابه الثاني هو بيسالني على بي اتش. طب انا اللي اتبقى في المحلول مين؟ صوديوم موجب وموجود ايونات الهيدروكسيد السالب، فاتحدوا كونوا مركب قواعدي اللي هو ان ايه او اتش من القواعد القويه. فبالتالي البي اتش بتاعتي لو جينا على خط البي اتش، البي اتش اعلى من السبعه عشان الماده قاعديه، وده بيتحقق في الاجابه الف، يتصاعد غاز الهيدروجين عند الكاثود وتكون قيمه البي اتش للماده الناتجه اكبر من السبعه. ده اجابه السؤال رقم 9. السؤال رقم 10، اذا امرت كميات متساويه من الكهربيه في محلول CuSO4 وAgNO3 فان، طيب بيكلمني عن كتله الماده المترسبه، ده قانون فاراداي الثاني. تتناسب الماده المترسبه او المتكونه او المتصاعده او المستهلكه تناسبا طرديا مع الكتله المكافئه عند مرور نفس كميه الكهرباء، وهنا قال مرور كميات متساويه من الكهرباء. اذا الموضوع هنا هيتوقف على الكتله الايه؟ المكافئه. اللي هي ايه الكتله المكافئه؟ اللي بتساوي الكتله الذريه على التكافؤ. فانا دلوقتي عندي الكتله الذريه لكل من النحاس والفضه. الفضه في المركب اللي قدامي احادي، يعني هقسم الكتله الذريه على 1، والنحاس في المركب اللي قدامي ثنائي، فهقسم الكتله الذريه اللي هي 63.5 على 2، ويبقى تناسب بين ال 108 ونص الرقم اللي هو 63.5 اللي هو 31.75. بالتالي الفضه هتكون كميتها هي الاكبر، وهتكون الاجابه الصحيحه الاجابه ج، كتله النحاس المترسبه اقل من كتله الفضه المترسبه. احسنت يا مستر هاني. ننتقل للصفحه رقم 6 مع مستر محمد صابر. اتفضل يا مستر محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الثانويه العامه والازهريه، يا اهلا بكم. النهارده ان شاء الله هنحل سؤالين مهمين جدا خاصين بعمليه تحضير الالومنيوم. عايزين ناكد بس على الجزئيه ديت عشان في المنهج القديم كان دايما بيجيب احد تطبيقات التحليل الكهربي على في الامتحان، وكان كمان بيجي يقول لي وضح بالرسم. فتنقية الألمونيوم تعتبر من الجزئيات المهمة جدا. السؤال بتاعنا بيقول: تدور الأسئلة الآتية حول النواتج المتكونة عند الأقطاب أثناء التحليل الكهربي لخام الألمونيوم، أي النواتج تتكون عند المصعد. في عجالة كده نتكلم عن إزاي بيتم تحضير الألمونيوم. أي خلية تحليلية أو جلفانية بيتم لازم نبقى عارفين فيها ثلاث جزئيات مهمة: الأنود، الكاسود، الإلكتروليت. عندنا الانود في خليه تحضير الالومنيوم كان عباره عن اقطاب او الواح من الكربون اللي هو ما بين قوسين، المفروض نقول جرافيت لان الجرافيت هو حاله الكربون الموصله للكهرباء، وكان بيبقى الكاسود هو جسم الخليه، اما الالكتروليت هنا هو الخام. خام الالومنيوم اللي بنستخدمه هو البوكسايت، وده خام غني بفلز الالومنيوم. لو لاحظنا ان احنا المفروض الالكتروليت اللي يبقى موجود في الخليه الجلفانيه او التحليليه يكون بينقل الكهرباء عن طريق حركه الايونات، وديت لها حاجه من الاثنين، يكون ايونات مماهه دايبه في ميه، اما تكون ايونات حره ودي عباره عن مصفور. لو انا لاحظت ان خام البوكسيت موجود فيه الالومنيوم على هيئه خام اكسيد الالومنيوم، واكسيد الالومنيوم ما بيدوبش في الميه، يبقى احنا هنلجا للطريقه الثانيه عشان نكون الكتروليت بيوصل للكهرباء، يبقى احنا هنشتغل على اكسيد الالومنيوم المصفور. وديت حته مهمه جدا لازم نخلي بالنا ان في الخليه التحليليه لتحضير الالومنيوم انا بستخدم اكسيد الالومنيوم او خام البوكسيت هيبقى في صوره مصفور، بس عايزين ندوبه الاول هنجيب له ماده اسمها الكريولايت. يبقى انا عندي بوكسايت مذاب في الكريولايت، وهنحط له على عليه كميه صغيره من ماده اسمها الفلور سبير اللي عباره عن CaF2، ودي تعمل على خفض درجه انصهار الخليط عشان خاطر ما نسخنش قوي، لان البوكسايت درجه انصهاره عند 2045، اما لما احط الكريولايت اللي بيحتوي على قليل من الفلور سبير درجه الانصهار بتقل ل 950، يعني الفرق ما بين الدرجتين، وده سؤال مهم جدا هنطرح 2045 من 950، اتفضل معانا 1095 درجة، ده مقدار النقص لما احنا نحط الكريولات اللي بيحتوي على الفلورسبير. هنعمل ايه في اي خلية الكتروليتية بتجيلي؟ بنعمل تأيون للمحلول الالكتروليتي اللي موجود او للمصهور الالكتروليتي اللي موجود. عندنا هنا مصهور اكسيد الالومنيوم Al2O3، ده لما يتأين بيطلع 2Al موجب 3 زائد 3O سالب 2، يبقى انا عندي ايونات موجبه وايونات سالبه. الايونات الموجبه اللي طالعه اسمها كاتيونات، ودايما قاعده في الخليه الجلفانيه او التحليليه الكاتيونات تتجه ناحيه القطب ناحيه الكاسود اللي هو في الخليه التحليليه هيبقى هو القطب السالب، اما الانيونات هتروح للانود اللي هو القطب الموجب. ونلاحظ دايما الانود او الكاسود في خليه جلفانيه او تحليليه بيكون عباره او بيحصل دايما عند الانود عمليه اكسده سواء جلفانيه او تحليليه، بس في التحليليه بيكون هو القطب الايه؟ القطب الموجب. فاحنا عندنا ايونات الاكسجين السالبه هتتجه ناحيه الانود، والانود بيحصل عنده اكسده، فيبقى عندي
هيحصل عملية أكسدة الأكسجين وتفقد الإلكترونات، يبقى إذن يتصاعد عند الأنود غاز الأكسجين. طب عند الكاثود؟ قال لي كاتيونات الألمونيوم بتروح عند الكاثود وتاخد الإلكترونات اللي فقدها الأكسجين ويتحول لألمونيوم ينزل في قاع الخلية ويخرج كمصهور، يبقى أنا عندي عند الأنود تصاعد غاز الأكسجين، وده عمل لي مشكلة في الخلية التحليلية علشان خاطر بيؤدي إلى تآكل الأقطاب بتاعة الكربون وبيحولها الاول وثاني اكسيد الكربون، علشان خاطر كده لازم نغير الاقطاب من وقت للتاني. يبقى الاكسجين بيتصاعد عند الانود والالومنيوم بيترسب عند الكاثود. يبقى اذا هنا هو بيسال اي النواتج هتتكون عند المصعد، والمصعد هو الانود، والانود هنا هيتصاعد عنده غاز مين؟ الاكسجين. يبقى الاختيار الصح الاختيار رقم د. ده بالنسبه للنقطه 11. بالنسبه للنقطه 12، اثناء عمليه التحليل الكهربي اي مادتين تتحلل اليهما الالومينا؟ الالومينا المصطلح مش موجود في المنهج عندنا، بس هو ده برضو اكسيد الالومنيوم. ايه ده، انت لسه قايل ان الالومنيوم بيجي من البوكسايت. اما البوكسايت ده الخام، يعني في اكسيد الالومنيوم معاه شوائب، اما اكسيد الالومنيوم لوحده هو ده الالومينا. يبقى في فرق، زي ما كنا زمان بنقول في الانتقاليه عند الهيماتايت خام للحديد محتوى على اكسيد حديد ثلاثي، بس اكسيد الحديد الثلاثي حاجه والخام حاجه ثانيه، بس بنعبر عن الاثنين بنفس الرمز. يبقى الالومينا Al2O3، وبالتالي برضو بيحصل أكسدة واختزال، ويتكون الألومنيوم والأكسجين بنفس فكرة السؤال اللي قبل كده. بس احنا عايزين نأكد، لازم نخلي بالنا ايه اللي بيحصل عند الأقطاب. موضوع الصراع اللي بيحصل عند الأقطاب حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منهم، بس في كلا الحالتين أو في كلا السؤالين بنتكلم عن مصهور، وبالتالي ما فيش مية بتتأكسد أو تختزل. وبالتالي بقى الإجابة بتاعتنا هنا مين اللي هيطلع في عملية التحليل الكهربي؟ لو لاحظنا هنلاقي الاختيار الصحيح الاختيار رقم ه اللي هو فلز الألومنيوم وغاز الأكسجين. أحسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 7 مع الأستاذة صفاء أحمد، تفضل يا أستاذ. السؤال رقم 13 بيقول لي انظر إلى الشكل المقابل ثم تخير أدق الإجابات تعتبر هذه الخلية. أكيد إحنا قلنا قبل كده طالما في رسم في السؤال اعرف إن الإجابة بتاعتك على الرسم. الخلية اللي أمامي دي خلية جلفانية، إذا أنا هفكر في الإجابة ألف أو ب. طب ليه قلت خلية جلفانية؟ لأن أنا أفتكر طبعا تعريف الخلية الجلفانية هي أنظمة بيتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال تفاعل أكسدة واختزال يتم بشكل تلقائي. تلقائي إذن معناه عدم وجود مصدر للتيار. أنا في الخلية اللي أمامي هلاحظ إن أنا القطب بي هو القطب اللي بنقول عليه يمثل الأنود. ليه بيمثل الأنود؟ لأنه هو مصدر لخروج الإلكترونات. أنا شايفة السهم خارج من القطب بي، ينتقل الإلكترونات بنقول عبر السلك إلى نص خلية A، حيث يحدث في A عملية اختزال تكتسب الإلكترونات. وعندي هنا بنقول القطب B هو يمثل الأنود، بينما القطب A هيمثل بالنسبة لنا الكاثود. إذن الإجابة الصحيحة هتكون الإجابة ألف، الخلية خلية جلفانية ويعتبر B يمثل الأنود، بينما الـ A هو الكاثود بالنسبة لي اللي هو الشكل الأمامي. احسنت يا استاذ صفاء. ننتقل للصفحه رقم 8 مع مستر احمد الحسيني، اتفضل يا مستر. السؤال رقم 14 بيقول اذا علمت ان جهد الاختزال القياسي للفضه هو 0.8 فولت، يكون 8.1 فولت، يكون القطب الذي له القدره على اكسده الفضه هو نقط. بص كده حضرتك للاختيارات وبص الانصاف الخلايا اللي قدام حضرتك، هي قيم جهود اكسده ولا قيم جهود اختزال؟ هنلاقي كده ان كل القيم اللي قدامنا هي قيم جهود اختزال. اعطيلي قيمه جهد اختزال القصدير اللي هو موجب 15/100 فولت، اعطيلي جهد اختزال الذهب 1.42/100 فولت، اعطيلي جهد اختزال الزئبق 0.7 فولت 78/100 فولت، واعطيلي جهد اختزال الحديد. يبقى انا عاوز ايه عشان اجاوب على هذا السؤال؟ انا عاوز كده حضرات اعمل عمليه اكسده للفضه، يعني هعمل خليه جلفانيه نصفها نصف خليه الانود هو الفضه، يبقى النصف الاخر هختار احد الفلزات اللي قدامي يكون قيمه جهد اختزاله اعلى من الفضه، بحيث يحصل له عمليه اختزال ويحصل للفضه عمليه اكسده. مين كده اللي قدامي اللي اعلى جهد اختزال في العناصر اللي قدام حضرتك؟ عنصر واحد بس اللي هو الذهب، يبقى الاجابه بتاعتنا هتكون الرقم بي. يبقى الفلز المستخدم في اكسده الفضه هو الذهب. ندخل على السؤال رقم 15، بيقول تعتبر عمليه طلاء ابريق من الحديد بالفضه
عملية تحدث فيها حماية أنودية للحديد ولا حماية كاسودية للحديد ولا بيعتبر فلز الفضة هو القطب المضحي؟ كلمة بسيطة خالص، الحماية الأنودية والكاسودية. تغطية فلز بآخر أكثر منه في النشاط دي بنقول عليها حماية أنودية. طب تغطية فلز بآخر أقل منه نشاط حماية كاسودية. طب في المثال ده بقى احنا غطينا مين بمين؟ غطينا الحديد بالفضة، الفضة أقل نشاط من الحديد، يبقى يعتبر هذا جزء طبقة غطاء كاسودي، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون رقم ب. أحسنت يا مستر أحمد. ننتقل للصفحة رقم 9 مع مستر ماهر زويل، اتفضل يا مستر ماهر. السلام عليكم. معنا في الصفحة رقم 9 نوعين من الأسئلة، سؤال في الجزء الخاص بقوانين فرداي وسؤال في الجزء الخاص بتطبيقات التحليل الكهربي. السؤال الأول بيقول لي لترسيب 1/10 مول من عنصر M بالتحليل الكهربي لمركب MbR3. فكرة السؤال الأول إن احنا لابد من حساب عدد تأكسد العنصر M ومعرفة طبيعة الرابطة. طبعا أيون البروميد هيكون عدد تأكسده سالب 1 من الهالوجينات، وهيكون مضروب في عدده يبقى سالب 3، يبقى عدد تأكسد الفلز M هيكون بموجب 3. عندي القانون مباشر بيقول كمية الكهربية اللازمة لاختزال مول من العنصر بتساوي الفرداي في عدد تأكسد الأيون، يبقى لاختزال المول الواحد من العنصر M هنحتاج 3 فرداي. هنمسك ورقة وقلم ونعمل مقص، كل 3 فرداي بتؤدي إلى تكوين 1 مول من الفلز اللي هو M. طيب قد ايه من الفرداي ممكن يؤدي الى تكوين 1/10 مول؟ باستخدام المقص طرفين في وسطين هنحصل على الاجابه 3/10، واللي هي هتكون الاجابه رقم الف. ثانيا في السؤال الثاني اللي بيتحدث فيه عن تنقيه فلز النحاس، عندي موضوع مهم جدا خاص بالتنقيه اسمه الاساس العلمي للتنقيه. عشان اعمل تنقيه بيجي فيها اسئله كتير جدا. الاساس العلمي، الانود المستخدم في الخليه التحليليه بيكون الفلز المحتوي على شوائب، الكاسود المستخدم في الخليه التحليليه بيكون رقائق من الفلز النقي، الالكتروليت بيكون احد املاح الانود. الفكره العامه كلها ان المحلول بتاعي الكاتيون اللي فيه بيحصل له اختزال وبيروح يترسب على ساق الكاسود، فلابد ان يكون الكاسود عباره عن رقائق من الفلز النقي. وبكده هتكون الاختيارات بتاعتي الكاسود في خلية تنقية فلز النحاس لابد أن تكون رقائق من النحاس النقي. أحسنت يا مستر ماهر. ننتقل للصفحة رقم 10 مع مستر محمود جلال، اتفضل. حبايبي حلوين، طبعا في يا أولاد سؤال من الأسئلة المهمة جدا جدا عندنا، وبيقول لي بعد دراسة المخطط التالي أي من ما يلي صحيح؟ أنا عايز تشوف شكل السؤال كده، وأعتقد أن السياق ماشي مع النوع ده من أنواع الأسئلة يا جماعة عندنا. هو الراجل بيقول له انا بعد ما درسنا المخطط ده انا عايز مين فيهم اقوى عامل مؤكسد ومين فيهم اقوى عامل مختزل، اكبر قبضه الكاف واقل قيمه قبضه الكاف. اظن هو لم شويه افكار مهمين جدا جدا في الشكل ده. مين العنصر الاعلى في جهد الاكسده؟ اولاد العنصر بي، وما دام هو اعلى في جهد الاكسده يبقى هو العامل المختزل القوي. خلاص عرفنا ان بي اقوى عامل مختزل. مين يا اولاد العنصر الاعلى في جهد الاختزال؟ قال لي العنصر واي، يبقى اذا العنصر واي هو الاعلى في جهد الاكسده كده، تمام. يبقى انا كده استبعد الايه، استبعد الاجابات زي ما انا معودكم دايما يا اولاد. يبقى العنصر واي هو الاعلى في جهد الاكسده، العنصر الاعلى في جهد الاختزال يبقى هو اقوى عامل مؤكسد، العنصر بي هو الاعلى في جهد الاكسده يبقى هو اقوى عامل مختزل. طب انا عايز اقلل قيمه قبض الكاف، طب ايه يعني يا اولاد؟ اشوف العنصرين المتتاليين اللي هو A و B، الاقي ان قيمه قبض الكاف بتاعتهم بتساوي 1 فولت يا جماعه. طب عايز اعلى قبض الكاف، لسه انا جاي لها من شويه، ان اعلى قبض الكاف هو الاعلى في جهد الاكسده زائد الاعلى في جهد الاختزال. السؤال رقم 19 بيقول الشكل يمثل، طبعا الاجابه هنا يا اولاد رقم د، الشكل يمثل العلاقه البيانيه بين الزمن وتركيز ايونات الكلورايد في محلول كلوريد النحاس 2 عند امرار تيار كهربي. خلي بالك من الجمله دي يا اولاد، في الخليه اذا كان انود الخليه نحاس غير نقي. انت لو ملاحظ معاك كويس جدا جدا يا اولاد ان الانود من النحاس والمحلول الالكتروليت عباره عن كلوريد النحاس، يعني في تجانس بين ماده الانود وماده الالكتروليت. عايز افهمك حاجه لله كده، طالما في تجانس بين ماده الانود وماده الالكتروليت اعرف كويس جدا جدا يا اولاد ان تركيز الايونات في الالكتروليت تظل كما هي، اما الانود بتاكل ويترسب عند مين يا اولاد؟ عند الكاسود. يبقى الاجابه عندنا رقم ج باختصار يا جماعه، ان حضرتك طالما في تجانس بين ماده الانود وماده الالكتروليت، الانود نحاس
والالكتروليت كلوريد نحاس، يبقى اذا تركيز الايونات يظل كما هو، يبقى الاجابه رقم ج عندنا. احسنت يا مستر محمود. ننتقل للصفحه رقم 11 مع مستر هاني الزهار، اتفضل يا مستر. سؤال 20 تكمله لاسئله الرسم البياني، اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين كتله الكاثود ام على المحور الراسي وكميه الكهربيه كيو على المحور الافقي التي تمر في محلول الكتروليت؟ الاربع رسومات اللي قدامنا فيهم الاجابه الصحيحه ج. ليه؟ لان مفيش كاثود هيبدا من الصفر، وكده كده الكاثود الماده بتترسب عليه فكتلته بتزيد، فانا هاخد الرسمه اللي فيها زياده في كتله الايه الكاثود ولكن مش بادئ من الصفر، فمش هتنفع غير الاجابه ج، والاجابه ده طبعا خطا لان هو بادئ من الصفر. السؤال اللي بعده سؤال 21، جهد الاختزال القياسي للهيدروجين في خلية الوقود يساوي نقط فولت، وبيديني أربع اختيارات. السؤال ده بالذات قراءة السؤال نصف الإجابة. جهد الاختزال القياسي لو قريناها بس للهيدروجين من غير كلمة خلية وقود هروح اختار الصفر، وهتبقى في مشكلة. لو قريت جهد اختزال القياسي للهيدروجين في خلية الوقود وافتكرت كلمة الاختزال وما افتكرتش إن هو هيدروجين، فممكن اختار برضو بالخطأ الأربعة من عشرة. ولكن هو السؤال هنا جهد اختزال القياسي للهيدروجين اللي هو بيحصل له اصلا في خليه الوقود عمليه اك سدى، وجهده بيساوي 83% فولت، فبالتالي لما هقلب الاشاره عشان احول الجهد اختزال هيبقى الاجابه الصح سالب 83% فولت. احسنت يا مستر هاني. ننتقل للصفحه رقم 12 مع مستر محمد صابر، اتفضل يا مستر. تمام. سؤال 22 بيقول لي احدى التغيرات التاليه تحدث في خليه الوقود الهيدروجين. طبعا خليه الوقود مهمه جدا عشان خاطر نازله في المنهج من سنتين بس، وتعتبر ديت احد الاتجاهات الحديثه لانتاج الطاقه الكهربائيه. فبيقول لي كل ده احدى التغيرات بتحصل في خليه الوقود، مين بيحصل؟ احنا عارفين طبعا الهيدروجين بيحصل له اكسده في خليه الوقود وبيتحول ل او بيكون ميه وبيفقد اربع الكترونات، 2 H2 بتفقد اربع الكترونات، بينما الاكسجين الاو 2 بتكتسب الاربع الكترونات. طب ما تيجي نشوف كده. قال لي كل ايون اكسجين يكتسب زوج من الالكترونات. طبعا الاكسجين كان او 2 مش ايون، يعني كان الاكسجين عباره عن ذره اكسجين، وبالتالي نقول كل ذره اكسجين تكتسب زوج من الالكترونات. ده كلام حقيقي علشان خاطر الاو 2 بتكتسب اربع الكترونات، وبالتالي يبقى كل واحده بتكتسب 2 الكترون. طب ما تيجي نشوف الاختيارات الباقيه برضه عشان نفهم. قال لي تنتج مجموعات الهيدروكسيل نتيجه عمليه الاكسده. لا، ده نتيجة الاختزال، لأن الأكسجين لما يكتسب بيكون 4 أو اتش سالب، يبقى ده إجابة غير صحيحة. رقم د حلو قوي، بيقول لي يفقد كل 4 جرام الهيدروجين 3 إلكترونات. 4 جرام يعني 4 مول، نخلي بالنا من دي قوي. حتى لو قال لي بتفقد 4 إلكترونات برضو الإجابة كانت هتبقى خاطئة. ليه؟ لأن المفروض عشان خاطر كل 4 جرام من الهيدروجين ما يفقدوش 4 إلكترونات بس، 4 مول، فنخلي بالنا من دي، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. بالنسبة للمسألة، خلية الوقود الهيدروجيني لا تختزن الطاقة مثل باقي الخلايا الأخرى، حيث يتطلب عملها بالإمداد المستمر بالوقود والإزالة المستمرة للنواتج. وفي إحدى عمليات إنتاج الطاقة حاول أحد رواد الفضاء أن يقدر كتلة الهيدروجين المستهلكة لإنتاج تيار كهربي شدته 6.1 أمبير خلال 20 دقيقة، فوجد أن كتلة الهيدروجين المستهلكة بتساوي كام. طبعا احنا شغالين دلوقتي عايزين نشوف كتلة الهيدروجين المستهلكة هتساوي كام. يبقى الكتله المستهلكه ليها قانون صغير عندنا بيقول ان الكتله بتساوي كميه الكهربيه في الوزن المكافئ على 96500. طب انا مش معايا كميه الكهربيه. لا، هو مديني شده التيار والزمن نضربهم في بعض، بس بشرط يكون الزمن بالثانيه. يبقى نقول كميه الكهربيه بتساوي شده التيار في الزمن، يبقى 6.1 في 120 بس مضروبه في 60 يطلع 4320 كولوم. طب في قلب القانون اللي احنا هنستخدمه محتاجين الكتله المكافئه، يبقى الكتله المكافئه للهيدروجين بتساوي 1 على 1 وبالتالي بتساوي 1، يبقى الكتلة المترسبة هتساوي 4320 في 1 على 96500 يطلع الاختيار الصحيح 45 من 1000 جرام، يبقى دي كتلة الهيدروجين. احسنت يا مستر محمد. ننتقل للصفحة رقم 13 والسؤال رقم 24 مع الأستاذة صفاء. السؤال بيقول لي الدائرة التي أمامك هي دائرة مستخدمة لطلاق ملعقة من الحديد بالفضة، فإذا حاول أحد الأشخاص الطلاق بالكروم بدل من الطلاق بالفضة، أي التغيرات يمكن إحداثها في هذه الخلية؟ الخلية اللي أمامي دي خلية طبعا تحليلية، اللي بحول فيها من طاقة كهربية إلى طاقة كيميائية من خلال تفاعل أكسدة واختزال بيتم بشكل غير تلقائي أي وجود مصدر للتيار. الأنود فيها بيكون هو القطب الموجب لأن بوصله بموجب مصدر التيار، والكاثود بيكون هو قطب سالب لأن أنا بوصله بسالب مصدر التيار. أنا عايزة أعمل عملية طلاق للملعقة، بدل ما أطليها بالفضة هطليها هنا بالكروم. إذا معنى كده
ان الانود هيكون الماده المراد الطلاء بها، بينما الكاثود هيكون الماده المراد طلاءها. اذا انا هستبدل الانود اللي هو الفضه هستبدله بالكروم، بينما هكون عندي الملعقه هي هنا بتكون الكاثود. طبعا يوضع القضبان في محلول الكتروليتي يحتوي على ايونات الماده المراد الطلاء بها. اذا معنى كده في الاختيارات اللي امامي الاختيار الصحيح، انا عملت ايه؟ غيرت نوع ماده الانود بدل الفضه وضعت الكروم، غيرت الالكتروليت بدل ايونات الفضه وضعت الكتروليت يحتوي على ايونات الكروم، وبالتالي الاجابه رقم د هي الاجابه والاختيار الصحيح لهذا السؤال. احسنت يا استاذ صفاء. ننتقل للصفحه رقم 14 مع مستر احمد الحسيني. السؤال رقم 25 اتفضل. بالنسبه للسؤال رقم 25 بيقول عند امرار تيار من غاز الهيدروجين على الهيماتايت ان درجه حراره من 400 ل 700 درجه سلزيه لتكوين الماده ايه؟ قبل ما نكمل السؤال اعمل معادله اختزال الهيماتايت Fe2O3 زائد H2 بيدي 2 FeO. طب وبعد كده عاوز ايه؟ قال لي دخل بيقولكم تكون كميه الكهربيه اللازمه لاختزال واحد مول لاختزال الهيماتايت للحصول وعلى واحد مول من الماده ايه تساوي نقط كولوم. فهنعمل معادله الاختزال وبحسب عدد التاكسد، الاقي ان الهيماتايت عدد تاكسده الحديد فيه موجب 3 وبطبع مطلع 2 اف اي، يبقى هنا 6 الكترونات. هشوف عدد تاكسد الحديد فيه اكسيد الحديد 2 اللي هو الماده ايه، هلاقي ان عدد تاكسد الحديد موجب 2 وطبعا فيه 2 بره، يبقى معناها ان فيه 4 الكترونات. يبقى كده معناها ان المتفاعلات كان 6 والنواتج الكتروناتها كام؟ 4. بس هو عاوز ايه؟ للحصول على مول واحد من الماده ايه؟ فانا لو اختزلت الاثنين في المتفاعلات مع الاثنين اللي في النواتج هيكون عندي عدد تاكسد الحديد موجب 3 بقى موجب 2، يبقى عدد الالكترونات المكتسبه الكترون واحد، وبالتالي اقدر اقول ان كميه الكهربيه بتساوي 1 فرداي او 96500 كولوم. عشان وقت الحلقه كده يعني ننتقل الى الصفحه اللي بعدها. السؤال رقم 26 مستر ماهر اتفضل. السؤال رقم 26 بنناقش مع بعض تاني تطبيق في تطبيقات التحليل الكهربي وهو عملية الطلاء. سريعا وباختصار شديد جدا، الأساس العلمي للطلاء الفلز المراد طلاءه بيتم توصيله ليعمل كاثود، الفلز المراد الطلاء به بيتم توصيله ليعمل أنود، والإلكتروليت أحد محاليل الأنود. فأنا عندي عاوز أن أنا أطلي ملعقة من الحديد بطبقة من الفضة، فحيتم توصيل الحديد ليعمل كاثود، وحيتم توصيل أنود من الفضة، وحيكون الإلكتروليت محلول نترات الفضة. تعالوا مع بعض بقى نشوف الاختيارات. أنا عايز أرصب كتلة مقدارها 108 جرام من الفضة على الحديد. طبعا عندنا علاقة مهمة أن 108 جرام بتعادل الكتلة المكافئة للفضة، واللي بترصبها كمية مقدارها 1 فرداي أي ما يعادل 96500 كولوم. يبقى الاختيارات بتاعتي كده بالاستبعاد، ما ينفعش الفضة يكون كاثود، هستبعد الاختيار ألف. الاختيار رقم ب ما ينفعش يكون الأنود جرافيت، هستبعده. هختار الاختيار رقم ج اللي هيكون الكاثود هتكون ملعقة الحديد والأنود هيكون فلز الفضة. ولو أنا ضربت المقدار 20 في المقدار 4825 هيكون المقدار بتاعي 96500 كولوم وهو ما يعادل 1 فرداي. أحسنت يا مستر ماهر. ننتقل للصفحة رقم 15 والسؤال رقم 27 مع مستر محمود جلال اتفضل. حبايبي في سؤال مهم جدا جدا بيقول مركب ايه تم اذابته في الماء ثم اضيف عليه حمض الهيدروكلوريك المخفف وامر تيار من غاز كبريتيد الهيدروجين فتكون راسب اسود، يبقى الانيون هنا يا اولاد هو الكبريتيد ده، وعند اضافه محلول كلوريد الباريوم اليه، طبعا الباريوم كلوريد الباريوم بيكشف عن الكبريتات او الفوسفات، فهنا تكون راسب ابيض من حمض الهيدروكلوريك لا يذوب في حمض الهيدروكلوريك، طبعا يا اولاد يبقى هنا عباره عن الانيون هو الكبريتات. يبقى عندي كده يا جماعه الانيون هو الكبريتات والكاتشن هو النحاس. طب جميل، فاضل ايه يا جماعه؟ فاضل كميه الكهربيه اللي بترصب 31.75%. لو انت ملاحظ كويس جدا جدا ان ال 31.75% دول اسمهم ايه يا اولاد؟ الكتله المكافئه. طب الكتله المكافئه بتعوز كام فرادي؟ طبعا بتعوز 1 فرادي. يبقى الاختيار يا جماعه هو الاختيار رقم الف. احسنت يا مستر محمود. ننتقل للصفحه رقم 16 مع مستر هاني الزهار والسؤال 28. سؤال 28، اذا علمت ان جهود الاختزال القطبيه لكل من الفضه والنحاس والرصاص والخرسين هي الارقام اللي قدامي على الشاشه، فان الفلز الذي يتغطى بطبقه من الفلز الاخر نتيجه غمره في المحلول هو فلز نقط. حل هنا ان انا رتبت حلين، رتب السلسله
حسب جهود الاختزالي برتب ترتيب طاسة عوضي. فلاقي الترتيب اللي قدامي ان زد ان هو الاول، ثم البي بي رصاص، ثم السيو نحاس، ثم الاي جي الفضه. وبالتالي عشان ارصد فلز على فلز اخر، الفلز الاكثر نشاطا بيحل محل الفلز الاقل نشاطا، والاقل نشاطا بترصب عليه. يبقى الوحيد اللي في الاجابات صح ان الرصاص بيغمر فيه محلول سي يو سي ال 2، لان الرصاص اكثر نشاطا من النحاس، فهيحل محله ويترصب النحاس الاقل نشاطا على الرصاص، ويبقى الاجابه ج هي الاجابه الصحيحه. احسنت يا مستر هاني. ننتقل للصفحه رقم 17 والسؤال الاخير رقم 29. اتفضل يا استاذ محمد. بسم الله. بيقول لي عند تفاعل برادة الحديد مع الكلور، ده خاص بالانتقالية، وكان الحديد بيتفاعل مع الكلور ويطلع كلوريد حديد ثلاثي، يبقى كاتيون الحديد هنا تكافؤ ثلاثي، ثم امرار كمية من الكهرباء مقدارها 9 فرادية في مصهور المادة، قصدي في كلوريد الحديد الثلاثي، النتيجة من التفاعل فإنه يترصب، اللي هيترصب أكيد الحديد، لأن لو كلور كان هيخرج كان طلع في صورة غاز، يبقى أنا هشغل على الحديد، يبقى ترصب نقط ذرة حديد. الأفضل هنا إن احنا ما نستخدمش قانون كتلة المادة، نستخدم قانون ان كميه الكهربية بتساوي عدد المولات في عدد مولات الالكترونات. بالمناسبه القانون ده اتقال كذا مره النهارده، وكل واحد فينا يعتبر قاله بصيغه. المهم ان انت تبقى فاهمه، والطريقه اللي هتستخدمه بيها ما تغيرهاش. عموما هنقول كميه الكهربية بتساوي عدد المولات في عدد مولات الالكترونات. هحسب عدد المولات، هو اداني هنا كميه الكهربية 9 فرادية بتساوي عدد المولات في عدد مولات الالكترونات. الحديد هنا تكافؤ ثلاثي، وبالتالي يبقى هنقول عدد المولات بتساوي 9 على 3 يديني 3 مول من الالكترونات. طب 3 مول من الماده ليه؟ 3 مول من الحديد يعني عدد مولات الماده. طب ال3 مول دول كل مول بيحتوي على عدد افوجادرو من الذرات، وبالتالي يبقى الاختيار رقم ج هو الاختيار الصحيح. هنقول 3 امثال عدد افوجادرو من الذرات. احسنت يا مستر محمد. الاستاذه صفاء احمد، في نص دقيقه كده لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك. اوكي اولادنا الطلبه طبعا الحمد لله معظمكم طبعا قدروا ان هم يلموا الاربع ابواب، وان شاء الله هنبتدي الجزء الجاي في الكيمياء العضويه، وان شاء الله هنا في البرنامج هنعمل حلقات متسلسله للكيمياء العضويه مع زمايلي الافاضل، وان شاء الله هنوصلك لاعلى مستوى، وان شاء الله تحقق كل ما تتمنى. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح لكل طلاب الثانويه العامه. مستر احمد الحسيني، تحب تقولي للطلبه بتاعتك؟ دايما كده بقول بعد الاطلاع على مصادر التعلم الرقميه الموجوده على بنك المعرفه المصري، ان احنا بنقول ان السؤال بيكون بسيط، مش مفيش سؤال صعب خالص، ولكن حضرتك اقرا، خد وقت كافي لقراءه راس السؤال، فقراءه راس السؤال هي اللي هتوصلك على الاجابه. فقبل ما تدخل على اي اختيارات اقرا راس السؤال كويس وافهمه وافهم محتواه، هتوصل الاجابه وتحقق النتائج، وبالتوفيق ان شاء الله لكل طلابنا في مصر. مستر ماهر زويل، تحب تقولي للطلبه بتاعتك؟ طلابي احب اقول لكم حاجه واحده بس، مفيش داعي ابدا للقلق ولا الخوف، اعمل اللي عليك وتعلم من دينك رساله مهمه ربنا علمها لنا اسمها الاخذ بالاسباب. انت بتذاكر وبتجتهد وبتحل، والتوفيق من عند ربنا. اتمنى لكم كلكم التوفيق باذن الله. مستر محمود جلال، تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ حبايبي الحلوين، توكل على الله ولا تجزع، فالجزاء من جلس العمل. اتمنى لكم مستقبل جميل ان شاء الله. مستر هاني زهار، اتفضل. رساله بسيطه جدا، الوقت اللي باقي وقت مهم جدا، واداره الوقت هي اهم حاجه في الفتره اللي جايه، فيا ريت تدير وقتك كويس، لان ده راس مالك في مشروعك بتاع الثانويه العامه، فلو قدرت راس المال كويس هيبقى المشروع نهايته نجاح باذن الله. احسنت. مستر محمد صابر، تقول ايه للطلبه بتاعتك؟ بسم الله. حبايبي طلاب الثانويه، بنقول لهم الايه بتقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، وما تخافش وما تقلقش، الدنيا هتبقى بسيطه خالص، والامتحان ان شاء الله باذن الله مش هيخرج بره الكلام اللي بيتقال. انت عرفت افكار كتير، بس اهم حاجه ما تكسلش في الفتره اللي جايه، لان الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، ده وقت الحصاد بتاعك. اللي ما كانش بيذاكر وذاكر في الفتره دي هيعمل احسن من اللي كان بيذاكر وبطل. قدم عليك ولا عليك، وربنا معاك ان شاء الله. شرفتونا يا جماعه، وحلقه من الحلقات الممتعه، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا.